أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة وحصرية. اليوم سيرة ترك أغلو أعجبت بصورة معبرة تحت عنوان روميو جولييت على حسابها الخاص تويتر، والفانز قالوا أن سيرة دائما ما ترسل رسالة تفيد على أن حبها هي وخليل مستمر دائما، وحتى ولو لم يرغب البعض في حبهما فسيكونان معا، يعني هذا ما أرادت سيلا أن تعبر عنه بهذه الصورة. وهناك أيضا من قال أن حبها يتعرض للظلم، وهناك بعض الأيادي تريد كسر هذا الحب، ولكن هم يرفضون الاستسلام ويقاتلون من أجل حبهما بكل ما في وسعهما. يعني لاحظوا أن الصورة تعبر عن عمق المشاعر وقوة الحب، تشد العروق في رقبتها لتصل إلى حبيبها ويناضلان من أجل أن يكونوا سويا، بينما يحاول الجميع تقسيم قلبين يحبان بعضهما البعض. يعني أصدقائي، الكل عبر عن هذه الصورة بنفس المعنى، ولكن دائما ما أقول لا يمكن أن نحكم على ما يدور في عقل الإنسان فقط من خلال لايك لصورة أو تغريدة. أما الخبر الموالي هو أن العديد يقول أن خليل إبراهيم جيهان انسحب من سلسلة الأمانة، وهذا الخبر ليس بصحيح، لأن خليل اليوم نزل ستوري وهو في موقع التصوير، وحتى مجلة صاران نزلت ستوري قالت أن الأخبار التي تقول أن خليل إبراهيم جيهان ترك سلسلة الأمانة لا أساس لها من الصحة. كما أيضا الخبر الثالث هو أن سيلة ترك أغلو احتلت المرتبة الأولى ب 38,900 تغريدة في قائمة أدبا، يعني عن الممثلات الأكثر شهرة على الشاشة والأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي من بين 21 إلى 27 فبراير. ما شاء الله عليها، نتمنى لها دائما التوفيق والنجاح في مسيرتها الفنية. المهم أصدقائي، إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا دائما إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.